هاي، ازيكم وعاملين ايه؟ انا هستناكم تتجمعوا تمام لغاية لما يجي كلكم، مش هوريكم الحاجة الحلوة دي. وقولوا لي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هاي، مش عارفة بحاول اعمل افكت حلو كده. هنشوف كلنا مع بعض. انا كويس الحمد لله. ممكن اعرف منك مين اللي كانت بتجيلك الموديل في بني سويف؟ مين يا رورو؟ انا كان بيجولي كتير، يعني قصدك على او عامه، يعني مين في بني سويف؟ في مريم، وفي واحده اسمها هيا، و في برضو بنت تانية مش فاكرة اسمها. هو ليه اللايف هنا مفهوش افكت حلو كده؟ هي اصلا بني سويف ما فيهاش موديلز كتير، يعني لما بتلاقي واحده يعني بكون فرحانه الصراحه، لان هي بلد صغننه قوي، فمش بيبقى فيها كتير، يعني مش بيبقى فيها موديلز كتير. انا هستناكم تتجمعوا تمام. انا مستنيكم تجمعوا. حاسه ان الاضاءه مش حلوه، بس عايزه بس انا هبعتلك، هشوف رقم مريم تمام، البنوته الحلوه الاموره دي، وهبقى ابعتها لك. هي ممكن بقى تبقى تدور لك صحابها وتشوف لك صحابها. الكلام ده كانت مظبطه لي قبل كده واحده صاحبتها وما جاتش الصراحه. حبايبي الحلوين، الإفكت ليه مش عارفة مش حلو؟ اعمل إفكت كده ورطة حاجة برواز. وحشني وحشني قوي. الله، عايزة ده. ليا ايه؟ ليه الافكت بيعمل تمام؟ حلو ده. مش عارفه افتح. في ناس خمنت ان هي فرش وهي فعلا فرش. انا عايز اقول لكم ان الفرش دي حلوه، انا كنت مجربه زيهم قبل كده تمام.
شايفين ال ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ يا جماعة الفرش دي فرش شعر طبيعي، تمام، حلو قوي، حلو قوي اهي، شعر طبيعي، دي فرش بلاشر. الفرش دي فرش مش شايفين، انا حاطه لكم الصفحه اللي بعتت لي الفرش دي، ودي بتاعت هايلايتر تحفه، انا بحب قوي الفرش دي للهايلايتر. شايفين عاملين ازاي؟ عامله زي، استنى بعتها. الفرش دي فرش شعر طبيعي، والله شعر طبيعي، زي فرش، هي اقربها لكم، زي فرش زي زويفا، زويفا وسيجما. انا معايا على فكره فرش زويفا اللي هي الغالية، تحفة 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 قوي. واو، دي فرشة دم حلوة قوي قوي، جميلة. أنا الفرش دي بحبها قوي. بصوا بقى دي يا جماعة، أنا مشغلة فليش بس، تمام، عشان لو في أي لمعة في الشعر. لا هو شعر طبيعي، تمام، أهو زي كده. احنا لو شعر، لو فتحنا فليش شعرنا هيلمع عادي، تمام، أهي شعر طبيعي اللي تلاقيه، بصي طري كده يروح ويجي معاكي، ده كده شعر طبيعي، شعر طبيعي. يعني ايه شعر طبيعي؟ يعني شعر حيوانات، تمام. بصوا دي، تحفة قوي. انا حاطه لكم اللينك يا جماعه، الصفحه اللي بيبقى فيها الفرش دي. الفرش دي بتتباع فردوني وبتتباع مجموعه، يعني عايزه بالواحده اوكي مفيش مشكله، عايزه بالمجموعه، هي عامله نظام مجموعات كده، بتحسب لك المجموعه بكام، بس انا ما اعرفش اسعار طبعا، تمام. انا الفرش دي بتجيبها لي، الفلاش راح فين؟ الفلاش قفل، ماشي مش مهم، انا هوريها لكم اهي من غير، نرجع نشوف اللي كانوا من غير فليش اهو. شايفين عاملين ازاي؟ تحفه 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 قوي، جميله جدا. بصوا دي، انا اي حاجه انا خرجتكم عليها مش هجيبها تاني. دي بقى البنسل، دي الفرشه البنسل، تحفه. دي فرشه دمج اشيدو برضو، تنفع كونتور المناخير، شعر طبيعي. شايفين الفرش دي فرش شعر طبيعي يا جماعة. دي بقى بتاعت الهايلايتر، بتاعت الهايلايتر كده. انا بحب الفرشة دي، حلوة قوي، عجباني، تمام، من مورفي. تحفة 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 تحفة. الفرش دي فرش اوريجينال كلها، تمام، بس بتبقى فرز تاني او فرز تالت، تمام. الفرش جميلة جدا جدا. بصوا دي، دي تمشي تحت العين، او دمج على الجفن المتحرك، تحفة. بصوا بقى دي تحفة يا جماعة، الفرش دي عاملة زي، بصوا الشعر عاملة زي فرش زويفا، حلوة قوي. الله حلوة قوي، دي حلوة، ده شعر يا جماعة مش بلاستيك، يعني اهو بصوا، استني، بصوا الفرشة اللي بتيجي معاكي رايح جاية دي تبقى شعر. مش عارفة انتوا شايفين ولا ايه، تمام.
هوريكوا بقى الفرش اللي هي اللي هي تنفع كل ده للاي شادو. اللي انا بوريه لكم ده كله اي شادو، شايفين الشعر ازاي تحفه قوي. انا حاطه لكم اللينك تمام، عشان لو تخشوا تسالوها، تسالوا الصفحه الفرش دي بكام، وازاي تاخدي بالواحده، وازاي تنقي بالواحده، والكلام ده كله تحفه قوي. دي فرشه دمج، دي فرشة دمج. الفرش دي كلها يا جماعة شعر طبيعي. الو، انا بعشق الفرشة دي في زويفا، اصلا عندي زيها زيها بالظبط بالظبط، والله عندي زيها. دي من بي اتش اهي، كلها فرش اوريجينال، بس بتبقى في هرز تاني، مش بتبقى اللي هي اللي يعني عامة بي اتش معظمها بتنزل اطقم تمام، ما بتنزلش فردوني، فممكن تكون دي فيها ديفو او حاجه وبتنزلها بقى ايه فردوني تمام، بس الديفو اصلا ما تشوفوش، ممكن تكون مثلا نقره هنا، يعني تطبيقه مش عارف ايه، مش فبتبقى كده، ما بتكونش نفس المقاسات، تكون مثلا واحده اطول، يعني اطول واحده في الطقم او اقصر واحده في الطقم، يعني بتيجي كده. فالفرش دي فرز كلها اوريجينال وشعر طبيعي، بس هي بتبقى فرز تاني او تالت تمام، فبينزلوها بالواحده بتتباع تمام. اوريكوا ايه تاني، او دي فرشه دمج اللي هي الفاونديشن او الكونتور، اوكي تحفه قوي دي، الله جميله تحفه. انتوا معايا يا جماعه؟ اللي بيشوف اللايف يكتب كومنت بس عشان اعرف ان اللايف لسه شغال مش مقطع، عشان انا مش شايفه اي كومنتات. الاول كان في كومنتات، دلوقتي مفيش. اهي بقى، دي فرشه الايه، دي فرشه الكونسيلر، دي فرشه كونسيلر حلوه برضو، انا بحب الفرش دي برضو، بحب الفرشه الكونسيلر تبقى فاتحه مش غامقه، معرفش ليه انا بحب كده. وبقى شايفين فرشة الايلاينر، شايفين رفعها دي، هي كده بس عشان مش مبلولة او مش محطوط فيها الجل بتاع الايلاينر او جل الحواجب، لكن لما بتخش جل الحواجب بتضم بتضم. تحفة 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 تحفة. انا حاطه لكم دي ريفولوشن، يعني بصوا دي ريفولوشن، ريفولوشن تحفة قوي. بصوا بقى الفرشة دي فرشة الباودر، اللوس باودر، انا بحبها جدا الفرشة دي، من الفرش اللي بعشقها جدا 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 في اللوس باودر، عندي منها من براندات كتير وبحبها، وكويس انها جات لي من هنا البراند دي. دي بصوا، دي فرشة كونتور باودر، بصوا شعر الطبيعي، بصوا تحفة تحفة، أنا بجد مش قادرة. بصوا أوه حلوة أوي، الشعر ده لونه بني، شكله شعر حصان. أوه بقى فرشة الفان اللي هي المروحة اللي كله بيسأل عليها تمام. الفرشة يا جماعة بتتباع بالواحدة بالواحدة، دي بقى فرشة، اعتقد هي فرشة فاونديشن دمج كابوكي، بس كابوكي مضمومة، مش زي ايه، مش زي دي كابوكي عريضة شوية. حلوة برضو دي فرشة كونتور، كونتور كريمي، بص الشعر بيروح بيجي ازاي، مضغوط، مش واسعة، يعني الشعر مضموم. بصوا دي وبقى، بصوا نضفت الفرشة، الفرشة حلوة قوي، الفرشة اصلا حلوة، دي فرشة دم حلوة قوي. اوه دي فرشة بلاشر،
اعتقد، او ممكن كومباكت باودر. دي فرشة كونتور باودر برضو حلوة قوي دي. الشعر الفرش جودتها حلوة قوي قوي يا جماعة. دي فرشة باودر او بلاشر. تعالوا بقى للفرشة اللي الناس كلها بتحب تسأل عليها. دي فرشة ايه؟ دي فرشة روش، تمام، اللي هي لبستيك لو في بلد. ممكن تاخديها كمان للايلاينر، يعني بصوا رفيعة زي الايلاينر، تحفة. لو للايلاينر جميلة جدا جدا. في عندك هنا برضو فرشة الايلاينر، هنا برضو، لا مش دي، دي برضو بتاعت حواجب وايلاينر، تمام. هي لما هتخش الجل هتتضم، لما تبقى كده مثلا. يا جماعة أي حد يكتب كومنت عشان أنا حاسة إن أنا أكتب لك أنا كومنت. حد يكتب أي حاجة يعني. أنا بحب الفرشة دي أوي أوي. دي اللي هي فرشة اللي أنا بصرح بيها الحاجب، اللي زي فرشة الماسكارا. نادرة جدا جدا لما بتلاقيها جوه طقم، فممكن تجيبيها فردوني كده. دي فرشة كونتور باودر برضو. بس الشعر جميل قوي، بيروح يجي معاكي كده ومش خشن. يعني اهم حاجه ان انت ما تشتغليش بشعر بفرشه شعرها خشن. ليه؟ عشان ما تنقطش على الفاونديشن او على البودر، تمام. او في اوقات الفرشه ممكن يعني من كتر الملمس بتاعها ما خشن بتشك العروسه او الموديل اللي انت شغاله لها، غير انها بتشكها ممكن تزحلك الفاونديشن من خشونه الفرشه. لكن بصوا دي كلها شعرها هنا يعني مش خشنه. شعرها ناعم جدا جدا اهي، مش خشنة خالص. دي بقى فرشة اي دي موجود منها في سيجما بالظبط بالظبط. دي في سيجما مسمينها 3D تقريبا، فرشة فاونديشن 3D. بصوا اللي هي المثلثة دي اهي، دي تحفة تحفة جدا جدا جدا. دي فرشة فاونديشن يا جماعة، تمام. بحط بيها الفاونديشن وينفع ادمج بيها الفاونديشن او الكونتور. تحفة قوي دي، حلوة قوي. ميار ازيك؟ دي بقى عندك فرشة الباودر، يبقى كده القطع من الفرش كلها خلصت. برضو فرشة باودر حلوة قوي دي، جميلة قوي. انا حاطة لكم اللينك بتاع البنوتة اللي هي الصفحة اللي بعتت لي الفرش، فرش كلها فرش جودتها حلوة. انا ما بطلعش اتكلم على حاجة لما بلاقي فعلا الفرش حلوة، تمام. عاملة زي احسن من جي صب، احسن من جي صب. جي صب اللي هي اللي كانت من فترة كانت مكتسحة الوقت اللي فات ده، لا دلوقتي دي انا شايفاها فرش حلوة جدا. فرش صيني، مش يعني ايه صيني، يعني بصوا هي اي حاجة في الميك اب مهما كانت هي ايه، هي بتصنع في الصين، تمام. اي ميك اب بيتصنع في الصين، اي ميك اب بيتصنع في الصين. بس هل هو عشان بيتصنع في الصين يبقى كوبي؟ لا طبعا مش كوبي، هو جودته حلوة كل حاجة. لان ال 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 المادة نفسها، المادة نفسها بتصنع، يعني بتصنع مثلا ايه في مثلا في ايطاليا، في امريكا، في المانيا، ايا كان نوع البراند ايه، بس التقفيل بتاعها تصنيع في صيني. لكن الماده مثلا الفاونديشن والحاجات دي لا، عادي بتصنع في بلادها عادي، تمام، بس التقفيل بيبقى صيني. فدي الفرش دي صيني، التقفيل بتاعها كله صيني، تمام. هي بتبقى اهي، دي من برجوا، تمام اهي. يعني ايه برجوا؟ يعني هي فرش من فرش برجوا، بس بتبقى فرز تاني او تالت، تمام. هي كلها اوريجينال بس فرز تاني او تالت. احنا هنا احنا قلنا ان هنا دي فرشة ايه، ريفولوشن اهي، تمام. بس هي بتبقى ايه، فرز تاني او تالت. في برضو هنا كانت واحدة من مورفي، في كان بي اتش، في بي اتش،
اتش 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 مش عارفه مش عارفه ايه دي بقى. الفرش الفرش جميله جدا يا جماعه والله، هتتبسطوا، مش غاليين خالص اسعارها. ايه بصي انا مش عارفه اسعار عشان انا يعني انا البنوته نازله معايا سبونسر في الكورس، الفرش نازله بالفرش تمام، فانا مش هقول اسعار اللي انا هديها للبنات الكورس تمام، بس انا هخليها ممكن تعمل لي كود تخشوا تاخدوا بالكود ده الفرش عشان تاخدوا عليها خصم تمام. ايه حبيبه قلبي وانتي كمان وحشتيني، الايام دي عندي كورس، بتعالي سلمي عليا لو جيتي، لو جيتي جنب ماما. تمام الفرش حلوه، مش هتندموا، مش هتلاقوها غاليه، مش زي مش هتروحي تجيبي طقم ب 3000 و2000 والكلام ده وتلاقي ليهم كام فرشه صغيرين او عدد الفرش صغيرين. انا كنت جايبه زويفه بالظبط بالظبط، كنت جايباه من قبل الجنيه ما يتعوم، كانوا 15 فرشه ب 2000 وشويه تمام، ده قبل الجنيه ما يتعوم، ما بالك بقى بعد ما الجنيه اتعوم بقوا بكام تمام. اهي دي فرشه، الفرشه دي للباودر، انا بحبها جدا الباودر، كل اللي خد عندي كورس او عارفني عارف ان انا ما بخدها ما بقى ما بقى ما ايه ما بستغناش عنها معلش. تمام الفرشه دي للكونتور حلوه قوي، بصوا الشعر اهي حلوه جدا، الفرش اهي دي فرشه دمك، انا بحب جدا في الفرشه الدمج تبقى بيضه، محدش برضو يسالني معرفش اتعودت تمام. انا الفرشه دي تحفه 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 للهايلايتر يا جماعه، الفرشه دي تحفه تحفه للهايلايتر. وانتي كمان يا ايه وحشتيني، الفرشه دي للهايلايتر حلوه قوي قوي ومش هستغنى عنها. فرشه الفان، الفرشه يا جماعه بتتباع بالواحده بالقطعه تمام، مش يعني هي مش هتجبرك تاخدي طقم، عايزه بالقطعه اوكي، عايزه تجمعي كام قطعه اوكي، بتاخدي كام قطعه تمام. الفرش حلوه قوي هتعجبكم، مش هتندموا تمام. حلوه 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 لا انا هقفل وانتي يا ايه شوفي الفيديو من اول جديد عشان لا خلاص انا مش قادره، مش تعبت من الكلام، انا هقفل وانتي خشي شوفي من اول جديد. الفرش حلوه، مش هتندموا لو ممكن اطلع بقى على الجروب اللي انا بطلع عليه دايما ده، ممكن اطلع يعني اتكلم عنهم تاني. فانا هقفل بعدين اطلع اتكلم تاني على الجروب تاني اهم. يعني انا دول يعني انا اصلا في الحقيقة انا عندي فرش كتير قوي برضو، اللي خد عندي كورس هيعرف هبة ان هبة اصلا مدمنة فرش بحب اجيبها، حاطه اللينك يا ايه على الجروب على اللايف من فوق، يعني لو خرجتي هتلاقي الجروب، قصدي الجروب لينك الجروب على اللايف تمام. فاللي عارفني عارف ان انا عندي فرش كتير قوي وبحافظ عليها قوي، وبعرف وبغسلها وبعرف احافظ على فرشي، يعني انا استحاله مثلا تلاقيني رميت فرشه من ساعه ما اشتغلت مثلا من ساعه ما بدات تمام. انا عندي الفرش معاك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 فرشة. طيب البنات بتوع الكورس انا هقول كده دايما يقول لي مثلا او اي بنت لسه مبتدئه في الميك اب بتقول لي مثلا يا هبه انا اجيب فرشه كام طقم وتكون سعرها في حدود كام والكلام ده كله تمام. انا هجمع لك دلوقتي من ال 32 فرشه دول هجمع لك طقم صغير تقدري تبتدي بيه تمام. اول حاجه بيكون لازم معاكي ده، لازم 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 الفرشه دي، ده لازم
انا بحبها عشان بثبت بيها اللوز باودر. تمام. تاني حاجة لازم 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 يبقى معاكي برضو الفرشة دي. تمام. دي فرشة البلاشر. اوكي تمام. هتقولي لي يعني هوريكي دي برضو فرشة بلاشر، دي صغيرة ودي كبيرة. هتقولي لي ايه الفرق؟ مفيش فرق، ده منهم بس. اوكي. لازم يبقى معاكي فرشة كونتور اهي، دي كلها فرشة كونتور. دول تلاتة اهم، التلاتة دول اهم، التلاتة دول فرشة كونتور باودر. تمام. هتقولي لي طب يعني في واحدة كبيرة وواحدة كبيرة شوية وواحدة صغيرة، ايه الفرق؟ مفيش فرق، يبقى استكفي بواحدة. تمام. يبقى كده ايه، التلات فرش دول اساسيين. لازم يبقى معاكي فرشة الفان. لازم. تمام. معكش فرشة الفان دي، في فرشة فان صغيرة اصغر. تمام. هتقولي لي الفرق الكبيرة والصغيرة ايه؟ مفيش فرق، كله بننفط بيها تحت العين او بنشيل بيها الزيادات الباودر او كده. تمام. يبقى مع لو مش موجودة في الطقم هتجيبيه، او مش قصدي على الطقم ده، لو انت بتجيبي اطقم كاملة او اطقم براند مش موجودة ممكن تبقي تجيبيها فرداني من اي مكان. تمام. انا اعتبر انها مش موجودة. اوكي. لازم فرشة دمج الفاونديشن. لازم فرشة دمج الفاونديشن، او الفرشة اللي انا بحط بيها الفاونديشن. انا هختار دي. تمام. لانها فلات شوية، ودي تنفع او تنفع، بس دي يعني مضغوطة شوية فتنفع زي الكابوكي اللي هي تدمج الفاونديشن. تمام. احتاج فرشة دمج فاونديشن. هحتاج فرشة دمج فاونديشن اللي هي الكابوكي اللي هي المضغوطة شوية. تمام. يبقى دي بحط بيها الفاونديشن، ودي هدمج بيها الفاونديشن. اسعار ايه قلت لك اسمه ايه ده، اللينك فوق بيخش يسألي على الاسعار. تمام. كده هنخلص فرشة الوش وهنخش على فرش الايه، يبقى الخمسة دول لازم يبقوا معاكي، الخمسة دول لازم يبقوا معاكي اوريدي، لازم يبقوا معاكي. تمام. هتقولي لي مثلا طب انا ممكن اجيب فرشة كونتور ادمج بيها الكونتور الكريمي، اهي مش موجودة، ما تدمجيش بيها الكونتور الكريمي وتدمجي بيوتي بلندر، بس دي شكل فرشة الكونتور الكريمي الدمج، مش موجودة خلاص ما تجيبهاش، وجيبي فرشة الكونتور قصدي ادمجي بالبيوتي بلندر. اوكي. يبقى كده دول مش هنحتاجهم، مش هنحتاجهم، مش هنحتاجهم، مش هنحتاجهم، مش هنحتاجهم. طيب هتيجي فرشة الهايلايت اللي هي الهايلايتر. شلو لونك؟ انا كويس الحمد لله. لوني كويس. دي فرشة هايلايتر. تمام. دي اهي فرشة هايلايتر. هايلايتر ده اللي هو ايه، عشان الناس اللي هي المبتدئة او اللي ما تعرفش حاجة عن الميك اب، الهايلايتر هي الاضاءة اللي احنا بنحطها على الخد بعد الفينش بتاع الميك اب. تمام. اهي كبيرة، هي عاملة زي فرشة الدمج بس عالية كبيرة، انت لو شفتيها اهو كبيرة مش صغيرة، مش هينفع للعين، دي مش هتنفع للعين عشان مساحتها كبيره قوي، فهتفرش اللون كله على العين كلها، فدي مش هتنفع على العين، فبنخليها فرشه هايلايتر. انا عندي منها اساسا من براند تانية، بعشقها بعشقها. تمام. هتقولي لي مثلا طب لازم يبقى عندي ايه تاني، هوريكي لازم يبقى عندي ايه تاني. تمام. لازم يبقى عندك على الاقل على الاقل فرشتين دمج، فرشتين دمج اي شادو. تمام. من اللي هم العاليين شويه. تمام. فرشتين دمج اي شادو عشان اللون الانتقالي، الالوان الانتقاليه اللي بتبقى على عظمه العين، لازم تجيب لها فرشه إيه، فرشتين على الاقل يكونوا عندك، دول اساسي. تمام. ممكن اجيب منهم الاثنين بيض؟ لا مش ممكن اجيب الاثنين بيض عادي، ممكن اجيب واحده هي سمراء. تمام. وواحده بيضة عادي، او ممكن في واحده سمراء تاني اهي، مش عارفه راحت فين. الله الله مش لاقيه، مش مهم اهي، ممكن تجيبي دي ممكن تجيبي دي. تمام. يبقى كده لازم يبقى عندك فرشتين انتقالي عشان تغيري بيهم الالوان، مش عشان حاجه بس. تمام. طيب هنيجي الفرش اللي هي اللون اللي هو اللون اللي بيبقى على الجفن المتحرك، اللي هما دول الصغننين دول، شبه بتاعه الانتقالي بس على الاصغر شويه. سيبك من دي عشان ايه، طويله شويه ممكن تتلخبطي. هديكي دول اهو، كل دول شكلهم فرش ايه، بتوع جفن متحرك اللي هو بنثبت بيهم اللون. تمام. تمام. هتقولي لي هل انا هاخد كل دول؟
لا يا حبيبتي مش هتاخدي كل دول طبعا، انتي ممكن تستكفي مثلا باتنين اهم دول، تمام؟ وممكن تستكفي باتنين اهم دول، تمام؟ اوكي. خلينا بدي عشان دي ايه مبططة شوية. اوكي طيب، لازم يبقى عندي ايه برضو، لازم يبقى عندك الفرشة البنسل الصغننة دي، تمام؟ بيبقى في منها لون ابيض، بيبقى في منها لون نصلي على النبي لون بني، تمام؟ لازم يبقى عندك فرشة. بصوا الفرش دي لازم يبقى عندك منها كتير على الأقل يعني، تمام؟ هم دول اللي هما دول، أنا يعني أنا عندي منهم كذا كذا واحدة، مخلية كام واحدة للأيلاينر ومخلية كام واحدة للحواجب، لأن دول أنا برسم بيهم الأيلاينر وبرسم بيهم الحواجب، برسم بيهم الأيلاينر وبرسم بيهم الحواجب، تمام؟ فعندي كذا واحدة، أنت ممكن تجيبي اتنين، يبقوا اتنين محطوطين عندك في الطقم عشان ما تتلخبطيش، تخلي واحدة للأيلاينر وواحدة لرسم الحواجب عشان ما تتلخبطيش. لسه يا ايه هتيجي فرشة تنظيف الكونسيلر، ما نسيتهاش، ما اقدرش انساها دي عشان انا بحبها، تمام؟ هتقولي لي مثلا عندك فرشة، لو ما عندكيش روج باليت روج فيها فرشة، ممكن تجيبي فرشة روج اهي، تمام؟ وانا شايفة ان الفرشة دي لو استخدمناها الايلاينر هتبقى حلوة اوي، مش شرط اساسي يعني، تمام؟ اوكي. وطبعا الفرشة دي لازم تبقى عندك عشان تسرحي بيها الحواجب اهي دي. اوكي هي الفرشة السوداء اللي انا كنت بقول لك عليها، اللي هي تبقى بتاعة الدمج، تمام؟ وفرشة تنظيف الحواجب او فرشة الكونسيلر، انا بحب انظف بدي الحواجب وفرشة الكونسيلر، تمام؟ هي طبعا منفوخة شوية، لكن اول ما بتخش الكونسيلر بتضم وبتبقى رفنوعة شوية، تمام؟ بس دول اكتر حاجة لازم يبقوا معاكي. يبقى احنا هيبقى معانا كام فرشة، تمام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر، 16 فرشة حلوين قوي، وممكن ناخد دي عليهم يبقوا 17 فرشة، حلوين قوي قوي قوي، تمام؟ هاي الفرش دي أنا بختارها للبنات بتوع الكورس، تمام؟ انا حاطه اميره، انا كويسه الحمد لله، انا يا اميره حاطه اللينك بتوع اللينك بتاع الجروب اول صفحه على اول الفيديو فوق، لما هقفل هيظهر لكم اللينك، تمام؟ بس انا مش شايفه ان انت تجيبي اكتر من كده، تمام؟ فرش حلوه قوي جميله. يا جماعة لو ما جبتيش دي او دي مش موجودة في الطقم اللي انت هتشتريه او مش هتجيبيها، استغني عنها خالص وادمجي بالبيوتي بلندر، طالما عندك بيوتي بلندر خلاص، تمام؟ ميزة الكورس بقى ان احنا بنعلمك تدمجي البيوتي بلندر وتدمجي بالفرشة عادي. ايه اللي تحطي بيها اي شادو تحت العين؟ بصي ممكن تحطي بدي تخليها مخصصة بس لدمج العين، انا بحبها جدا، عندي منها في المنز ويفا، بحط بيها ساعات الجليتر، بمسك بيها الجليتر واحطه اطبطب بيه على العين، تمام؟ ما فيهاش مشكله لو استخدمتيها تحت العين، اهم حاجه فرشة تحت العين ما كنتش بتشك عشان ما تخليش البنوته اللي انت بتشتغلي لها تدمع، تمام؟ وفي منها اصغر شويه بس انا شفتها يعني موجوده بس. يا ايه هتاخديهم ان شاء الله في الكورس، ان شاء الله بيبقوا متاح عندنا شنطة الماتيريال في الكورس وبتاخدي كل حاجة بخصم، تمام؟ اهي هنجيلكوا بشنطة الماتيريال، ما تقلقيش يا ايه، وكل حاجة الماتيريال اللي انتوا حابين تشتروها بتكون ان شاء الله بنقدر نوفرها في الكورس، تمام؟ الفرش حلوة مش هتندموا والله، يعني انا شايفه، بصوا لمعه الستانلس بتاعها الذهبي
انا بحب الذهبي جدا، الفرش الذهبي، وبحب السيلفر، يعني مش فرش متينة. بصوا بحاول اهو اضغط عليها، فرش حلوة وهتعجبكم والله، مش هتندموا، وحاجة رخيصة ونبتدي بيها. بس يلا اشوفكم، اللينك محطوط على الفيديو فوق، تمام؟ خشوا عليه، هجوم، عايزة هجوم. تمام. وانا هعمل لكم كود، خليها مثلا كود، مثلا هحط لكم الكود ان شاء الله، اظبط معاها كود وتعمل لكم خصم من عندي يعني. يلا واقول لكم باي باي، تصبحوا على خير، واستنوني بكره ان شاء الله على الساعة 2 هطلع لايف، والساعة 4 هطلع لايف، او 2 و3 هطلع، يعني هطلع لايف بكره عشان اللوك بتاع الكورس بكره ان شاء الله بتاعي. لوك، تصبحوا على خير وناموا كويس. باي باي.